في العام 718 للميلاد يولد في قرية على ساحل الباطنة من عمان اسم سيصبح علماً على رأسه أنوار اللغة والنحو والمعاجم والشعر والكلام والموسيقى، وتوزن على يديه القوافي كما يوزن الذهب والماس، وسيغريه السفر إلى البصرة قبلة العلم والعلماء ليستقر فيها إلى يوم وفاته وقد دخل العقد الثامن من عمره. هناك يتتلمذ على علمائها ويتخرج من مدرسته سيبوي والجاحظ والأصمعي وغيرهم. ذلك هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، مدهش من اسمه إلى آخر حروفه. فعندما أراد أن يضع معجمه لم يكن تقليديا ويبدأ من الألف، بل ذهب إلى أعمق مكان في جهاز النطق ليبدأ من العين إلى أن يصل إلى الشفاه. وعندما عزم على ركوب بحور الشعر لم يبالي إن شكوا أن مساً من الجنون قد أصابه، فذاك جنون العباقرة. ولأن الخليل الفراهيدي أو الفرهودي عزيز النفس، فهو لا يخشى أن يرد على والي فارس والأهواز ويقول لرسوله: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مالي. رحل الفراهيدي، ولكنه ظل الشغل الشاغل لعشاق وعلماء لغة الضاد وللشعراء وللمعنيين بتراكيب الصوت وجمال الحروف.